من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. ما تمر به المنطقة هو أحد أهم الأحداث في تاريخ الإسلام والثورة. هذا موقف ضيفنا من تطورات المشهد في غزة، مشددا على أن التطورات غير محصورة بمدة محددة ولا يمكن معرفة إلى أي مدى ستصل أبعادها، كاشفا أن لدى حركتي حماس والجهاد آلاف المقاتلين الجاهزين للقتال. بعد أكثر من 40 يوما على ملحمة 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على غزة، أي مرحلة وصلت إليها المعركة وسط تطورات ميدانية استراتيجية من اليمن مرورا بالعراق ووصولا إلى لبنان؟ هل ما زالت المعركة طويلة أم إن أفقها الزمني قد اتضح؟ وأي آثار ستتركها على مستوى المنطقة وربما العالم؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة، القائد الأسبق لحرس الثورة الإيراني الجنرال محسن رضائي. أهلا بك معنا جنرال رضائي مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. إذا في 27 أكتوبر كان لك التصريح التالي، اعتبرت فيه أن المنطقة تشهد أحد أهم الأحداث في تاريخ الإسلام والثورة، لماذا اعتبرت الأمر كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا جناب ولی اجازه بدید من یک سلام و بداية اسمحوا لي أن أحيي أهل غزة ومقاتلي حماس وأقول لهم أيها الشعب العزيز في غزة سلام الله عليكم ويا مجاهدي حماس والجهاد الإسلامي سلام الله ورسوله عليكم أنتم بهذه المقاومة وهذا الصمود قد بينتم أنكم تقفون على أعلى قمة المقاومة وأعلى وقد اشتريتم وجلبتم العزة للإسلام وبينتم أن العدالة والإسلام لا يمكن هزيمتهما وسلام الله عليكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى وحيث يقول أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير نحن واثقون بأنكم سوف تنتصرون في هذه المعركة وليس هناك أي شكوك تساور حيال هذا الأمر أما بالنسبة لي ما قلته حول أن ما حجر في غزة ولو أنها تحصل على بقعة جغرافية صغيرة إلا أنها تعتبر من أهم الأحداث في التاريخ ولا ينبغي أن نظن للحظة أن هذه الأرض الصغيرة سوف يكون لها حرب سوف يجري فيها حرب أو يجري فيها حرب صغيرة ومحدودة الأثر بل كلا إن هذه الحرب هي حرب كبيرة جدا وأنتم تلاحظون كيف أن هذه الحرب قد امتدت اليوم من أرض غزة إلى البحر الأحمر حيث أن مجاهدي اليمن الغيارة دخلوا في هذه الحرب عبر البحر اليوم من أجل دعمهم لغزة وإذا ما استمرت هذه الضغوط على الشعب في غزة سوف تحظى الحرب بأبعاد أوسع نحن هنا نتحدث عن برميل بارود تحمله إسرائيل وأمريكا في يدها ويمكن بأي لحظة أن ينفجر هذا البرميل يفجر كل المنطقة إذن الحرب في غزة ليست حربا بسيطة وأنا أعتقد وأؤمن أن هذه الحرب سوف تحدد مصير إسرائيل ومصير جبهة المقاومة التي سوف تصبح أكبر وأعظم جنرال رضائي كيف ستحدد هذه المعركة هذا المصير إن كان على مستوى الكيان الصهيوني أو إن كان على مستوى محور المقاومة لأن البعض قد يتساءل الآن لماذا مثل هكذا معركة تدور رحاها الآن في غزة بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي لماذا يمكن لهذه المعركة تحديدا أن تحدد هي مستقبل الكيان الصهيوني وحتى مستقبل محور المقاومة اولین مسئله این است که
بداية أشير إلى أن الكيان الصهيوني لن يحصل سوى على الهزيمة من هذه المعركة، والسبب فيما أقول هو أنه خلال العقود الأخيرة كان هناك حرب جديدة تسمى الحرب الثورية على مستوى العالم، وهذه الحرب يمكنها أن تلحق هزيمة بالحروب الكلاسيكية القديمة. وهناك نوعان من الحروب الثورية، الحرب في فيتنام وفي فرنسا حيث هزم الأمريكيون في فيتنام، وهناك حرب ثورية أخرى في إيران وبعد الثورة الإسلامية حيث جرى تثبيت هذه النظريات، نظرية الحرب الثورية، وهي حرب لا يمكن أن تحصل فيها الهزيمة للطرف المقاتل. وأنتم قد شاهدتم كيف أنه في حرب 33 يوما أو حرب تموز في لبنان كيف أن الدبابات التي كان يتغنى الإسرائيليون بها أنها لا يمكن أن تتلقى الهزيمة، ولكن ما فعله شباب حزب الله كان مغايرا. لماذا؟ لأنهم قد ابتكروا حربا جديدة تسمى الحرب الثورية. وأيضا في حرب غزة التي امتدت ل 22 يوما أيضا خاضت حماس حربا ثورية وانتصرت، وأمريكا التي انتصرت على صدام، لكن بعد انتصارها حصلت الحرب الثورية ضد أمريكا في العراق واستطاعت أن تقوض وجود الأمريكيين هناك. إذن هذه الحرب الثورية التي تواجه الجيوش الكلاسيكية بطبيعة الحال تؤدي إلى أن تعجز هذه الجيوش عن المواجهة. والآن أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل هي أنها وضعت يدها في متناول مجاهدي حماس، وهنا نتحدث عن مسافة صفر، حيث أن المجاهدين يستطيعون تفجير الدبابات وناقلات الجند، وبطبيعة الحال لديهم خطة واضحة، وبرأيي وحسب تقديري إن لديهم خطة واضحة يريدون من خلالها أن يدخلوا إسرائيل في مستنقع، وهذا المستنقع كلما دخلت إسرائيل وتوغلت أكثر في غزة أصبحت عالقة أكثر بطبيعة الحال بمياه هذا المستنقع، ولا تستطيع أن تحقق أي نتائج. إذن بعد كل هذه الأيام لم تحقق إسرائيل سوى أنها قتلت الآلاف، وهنا نتحدث عن قتل أكثر من 9000 من النساء والأطفال، وأيضا ضربت هيبة وسمعة أمريكا وغيرها من الدول الداعمة. الآن إذا ما استطاعت إسرائيل أن تقتحم بعض الشوارع فإنها لا تستطيع أن تقوم بأي شيء، لأنه هناك مدنيون في غزة ولكن قوات حماس غير موجودة ولا يمكن رؤيتها. إذن أول ما يحصل بعد هذه الهزيمة هو سقوط حكومة نتنياهو، وهذا السقوط سوف يكون بيد الإسرائيليين. الإسرائيليون أنفسهم هم الذين سوف يقومون بإسقاط هذه الحكومة، والسنوات والأعوام القادمة سوف تكون أعوام برأيي، سوف تسقط فيها إسرائيل بطبيعة الحال، هذا ما أرى. جنرال رضائي، منذ بداية حديثك ذكرت في أكثر من مناسبة مقاتلي حماس ومقاتلي الجهاد الإسلامي. بحسب المعلومات المتوافرة لديك جنرال رضائي، هل المقاومة في فلسطين تحديدا حركة حماس التي تخوض وتتصدر هي اليوم هذه المواجهة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي قادرة على خوض معركة طويلة الأمد على المستوى البري، بمعنى أن هذه المعركة في حال امتدت لأشهر، هي الآن تخطت 40 يوم، إذا في حال امتدت لأشهر هل المقاومة في فلسطين حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل قادرة أن تخوض مواجهة لمدة طويلة لمدة أشهر؟ بداية إن حماس ليست وحيدة في غزة، بل هي حاضرة في
الضفة الغربية وأيضا حاضرة خارج فلسطين. ثانيا، إن الحرب ليست حرب حماس فقط، وهنا نتحدث عن الغرفة المشتركة لقوات المقاومة. فمثلا إخواننا الأعزاء في مقاومة حزب الله في لبنان وفي المقاومة في العراق واليمن، جميعهم اليوم فاعلون في هذه الجبهات. وسوف نشهد أيضا خلال الأيام والأسابيع المقبلة فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل، وأنا أتوقع أنه الكثير من المؤسسات والشركات الإسرائيلية في بعض الدول سوف تتعرض ل هجمات مختلفة وسوف يتم إحراقها. وإذا الموضوع ليس محصورا بغزة وليس محصورا بحماس، وكل يوم نشهد جبهات جديدة ونشهد توسعا لرقعة الحرب وأبعاد جديدة لهذه الحرب وهذه المجرد. جنرال رضاي، حضرتك دخلت مباشرة إلى موضوع غرفة العمليات المشتركة والتنسيق بين أطراف محور المقاومة، هذه أريد أن أفصل فيها معك أكثر في أكثر من نقطة، ولكن بما أنه ذكرت أطراف محور المقاومة سأبدأ معك من اليمن، لأن التطور الذي حصل على مستوى اليوم، الاستيلاء على هذه السفينة المملوكة لشخصية إسرائيلية، كان تطور كبير على المستوى الاستراتيجي. نحن نتحدث عن مياه البحر الأحمر، نتحدث عن نقطة استراتيجية بالنسبة للتجارة العالمية. في طهران الجمهورية الإسلامية كيف تنظر إلى هذه الخطوة اليمنية، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي عبر إعلامه حاول أن يعكس ويقول بأنه هذا العمل اليمني يؤدي إلى تهديد عالمي كما ذكر الإعلام الإسرائيلي؟ إن أكبر خطأ ارتكبه الإنجليز والأمريكيون هو أنهم قد سخفوا من هذه الحادثة ولا يعطونها الأهمية اللازمة. إن أكبر خطأ تاريخي يرتكبه اليوم الإنجليز والأوروبيين والأمريكيين لا ينبغي التقليل من تبعات هذه الحادثة. هذا الحدث مهم جدا، والآن هناك عداء عميق في قلوب الشباب المسلم، وهذا الأمر إذا ما تفجر في المستقبل لن يكون هناك أمن وهدوء وسلام بالنسبة لهم، أي الأمريكيين والإنجليز. الأمريكيون الذين يعتقدون بطبيعة الحال أنهم يستطيعون من خلال بعض هذه التصريحات السيطرة على الوضع، واليوم الدول الإسلامية تستطيع أن تضغط على شبابها كي لا يتصرفوا بطريقة عشوائية، ولكن مستقبلا إذا ما استمر هذا الصراع واستمر هذا الوضع بتفاقم في غزة فلن يكون هناك إمكانية لضبط الشباب الإسلامي. والأمريكيون والإنجليز قد أخذوا هذا الموضوع بشكل، قد استخفوا بهذا الموضوع. في السابق ربما كانت القضية الفلسطينية في السابق ربما كانت هذه القضية قضية محصورة بالفلسطينيين، ولكن بعد العام 67 أصبحت هذه القضية قضية عربية، وبعد الثورة الإسلامية أصبحت قضية إسلامية وأصبحت تعني كل المسلمين. أما اليوم فأصبحت هذه القضية قضية دولية، كل العالم اليوم يشعر الكراهية تجاه إسرائيل، حتى بعض الدول لا تعبر عن تشعر بالخجل من علاقتها مع إسرائيل، وبعض الدول أيضا التي كانت تريد أن تنخرط في سياق التطبيع أصبحت يوما تتراجع عن هذا الخيار. وأيضا موضوع ما حصل في اليمن ربما
يعتقدون أنهم من خلال مجلس الأمن يستطيعون فرض بعض القرارات للسيطرة على هذا الواقع، ولكن في رأيي الموضوع ليس كذلك. أنا أنصح القادة الأوروبيين والغرب بأن يتعاطوا بجدية أكثر مع موضوع غزة، وأن يوقفوا الحرب هناك، وأن يحولوا دون تبديل الصراع إلى صراع أكبر وأعمق. وأعتقد أن اليمنيين ربما يستطيعون مستقبلا أن يدخلوا ما يعادل 500,000 من المقاتلين إلى الأراضي الفلسطينية لاحقا إذا ما تفاقم الوضع، وأن اليمنيين يشعرون بكثير من الأسى والحزن نتيجة ما يشاهدوه من مجازر ترتكب ضد الأطفال والأبرياء في غزة. وبرأيي وأعود وأذكر القادة المعنيين هنا أنه يجب أن يتخذوا خطوات لوقف كل هذه الأمور. جنرال رضائي، بما أنه نتحدث عن اليمن، أيضا هناك المقاومة العراقية استهدفت القواعد الأمريكية إن كان في العراق إن كان في سوريا. في هذا السياق، في موضوع هذه العمليات، إن كان على المستوى اليمني أو إن كان على المستوى العراقي، هناك من يروج لفكرة أن إيران هي من طلبت من اليمنيين، من العراقيين، من اللبنانيين، من المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، أن يبادروا إلى هذه العمليات. هل فعلا طهران من طلبت ذلك، أم أن هذه الفصائل، هذه القوى المقاومة، هي من تتخذ قرارها بنفسها وهي مستقلة بشأن اتخاذ هذا القرار؟ إن واحدة من الأخطاء الكبيرة في أوروبا وأمريكا هي أنهم لا يدركون حقيقة التغييرات الكبيرة التي تحصل. هم لا يعرفون إيران جيدا ولا يعرفون ماهية إيران، وما يفعلونه مع دول العالم يعتقدون أننا نفعله أيضا. نحن لسنا مثلهم، فنحن لا نؤمن بأنه ينبغي أن يكون هناك نظام سلطة وفرض سلطة. وإيران إذا ما كانت تساعد وتدعم بعض الدول للدفاع عن نفسها، فهذه المساعدات ليست مشروطة وليس هناك أي قيود أو أوامر تأتي بسببها. فبعض القادة يجلسون مثلا من أمريكا في تل أبيب ويقومون بإدارة كل ما يحصل على الأرض وإدارة كل القرارات في إسرائيل، لكننا لا نفعل مثل هذا الأمر، ولم يكن فعلنا أيضا كذلك. وأيضا هناك خطأ آخر هو نظرتهم تجاه المقاومة. اليوم قائد المقاومة في لبنان السيد حسن نصر الله هو قائد لديه الكثير من التدبير ولديه الكثير من المعرفة، وليس بحاجة لأي إملاءات من الخارج. وحتى القادة في اليمن، القائد في اليمن أيضا ليس بحاجة لأي إملاءات وأوامر من الخارج. وأيضا الأمر هذا ينسحب على القادة في العراق الذين يستطيعون أن يتخذوا القرارات بأنفسهم، وهذا أمر لا، وبرأيي أن الأمريكيين والغرب لا يدركون حقيقة العراقيين والمقاومة العراقيين وحقيقة إيران وماهية إيران. أجل، نحن نساعدهم، لكننا لا نمضي قدما أمامهم ولا نصدر الأوامر لهم، هم الذين يتخذون هذه القرارات بشكل مستقر. الأمريكيون يريدون منا أن نقف أمامهم ونمنعهم عن القيام بما يفعلون، لكننا لا نصدر الأوامر لهم ولا نقوم بأي فعل في هذا السياق. إذا ما أراد الأمريكيون والإنجليز وغيرهم أن ينهوا كل هذا المشهد القائم ويضعوا حدا له، برأيي ينبغي وضع حد لما يحصل في غزة، وهذا الأمر يقع على عاتق الولايات المتحدة، وهي الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه كل ما يحصل، وهي أيضا التي أدت إلى أن يقدم اليمنيون على ما أقدموا عليه اليوم، هي التي يمكنها بطبيعة الحال أن تطلب من إسرائيل أن تسحب من غزة. وبرأيي أن هذا الأمر سوف يكون الحل وأهم حل لكل ما يجري. غدا
تحديدا يوم غد إذا ما قال الأمريكيون للإسرائيليين انسحبوا من غزة وعودوا إلى قواعدكم ومناطقكم، سوف تبدأ المفاوضات، مفاوضات إطلاق سراح الأسرى بشكل منصف وعادل وحسب شروط حماس، سوف يجري حل هذا الأمر ونحن لن نتدخل فيه، لكن يمكننا أن نتكهن ويمكننا أن نتوقع ما يمكن أن يحصل بالاستناد إلى معرفتنا بحماس وبقوات المقاومة. هؤلاء يدركون معنى الإنسانية وهم طالبو حرية، لكن إذا ما استمرت أمريكا بطلب استمرار الحرب ولم تطلب إيقافها فسوف يستمر حمام الدم كما هو. طيب جنرال رضاي، حضرتك في كلامك في هذه المقابلة تحدثت أكثر من مرة عن إمكانية أن تتوسع هذه الحرب، تصبح أعمق، تصبح أشمل، هكذا ذكرت. هذا أيضا يتقاطع مع ما ذكره أكثر من مسؤول إيراني، من بينهم وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي تحدث أيضا عن هذا الموضوع. كيف يمكن أن تتوسع هذه الحرب أكثر؟ كيف يمكن أن تصبح أعمق وأشمل؟ خاصة أننا نشاهد أن هناك مشاركة من جبهات، يعني حزب الله في لبنان على طول الحدود ينفذ عمليات ضد المواقع الإسرائيلية، اليمنيون دخلوا على الخط، العراقيون دخلوا على الخط. ما هو الأعمق والأشمل الذي يمكن أن نراه في حال استمرار هذا العدوان على غزة؟ يعني ببينيد إنترنس كي ما جنگ رو فقط در غزة محدود بدونين. نحن لا نعتبر الحرب محدودة في غزة، هناك السفن الإسرائيلية، الطائرات الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية وكل هذه الكيانات الإسرائيلية موجودة في العالم الإسلامي، وهم يحاولون قدر الإمكان السيطرة على هذه الدول، لكن هناك مشاعر كراهية وعداء تحركت في قلب الشباب الإسلامي. إذا ما هجم هؤلاء الشباب على الشركات الأمريكية والإسرائيلية، برأيكم ألا يعتبر هذا توسيعا لرقعة الحرب؟ اليوم أمريكا وإسرائيل هم معرضون عرضة للخطر كثيرا في العالم، وهنا ويمكن لكثير من الدول أن تلحق ضررا بهم في أفريقيا، في أوروبا وحتى في أمريكا نفسها. أنتم تلاحظون كيف أنه مثلا منذ عدة سنوات هناك شاب أسمر البشرة في أمريكا قتل على يد الشرطة الفيدرالية، وهجم الكثير من الأمريكيين وأحدثوا أعمال فوضى وأحرقوا الكثير من المحال التجارية. وبرأي هذه الفوضى يمكن أن تحصل في أي دولة في العالم، لأن القضية الفلسطينية الآن هي قضية إنسانية وهي تتخطى كونها محدودة بالعالم الإسلامي، ولم تعد تحمل صبغة إسلامية فقط بل أصبحت إنسانية. وهنا نتحدث عن ماهية حقوق الإنسان، حيث أن الأمريكيين قدسوها بأقدامهم، وعندما نتحدث أيضا عن الحرية والديمقراطية التي كان يتغنى بها الأمريكيون الآن أصبحت محطة سخرية من قبل الجميع. إذن هذه الأفعال التي قام بها الأمريكيون والإسرائيليون جعلتهم عرضة للخطر والتهديد، وهذا الأمر يتفاقم يوما بعد يوم. وفي رأيي أنه كل يوم تستمر فيه الحرب وكل ما تتعرض غزة لمزيد من القصف، فنحن نقترب من توسيع رقعة الحرب أكثر، وسوف تصبح الحرب أعمق. لذلك يجب أن يجري وقف إطلاق النار، ويجب أن يخرج كل الإسرائيليين من غزة بسرعة. طيب جنرال رضاي، أيضا بما أنك ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة في كلامك في هذه المقابلة الخاصة، الولايات المتحدة عبر أحد مسؤوليها أعلنت أنها أرسلت رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى إيران حول استعدادها لحماية أفرادها ومصالحها بقوة، هكذا أعلن هذا المسؤول الأمريكي. طهران كيف تتلقى مثل هكذا تصريحات أمريكية؟ وهل فعلا وصلتكم رسائل أمريكية تطلب عدم توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي؟
الأمريكيون أرسلوا العديد من الرسائل ولا يقتصر الأمل على رسالة واحدة، وبطبيعة الحال قد تلقوا الإجابة منا. والمعادلة بسيطة هنا ودائما ما عبرنا عنها، أنه إذا ما أراد الأمريكيون أن يحل السلام والاستقرار فعليهم أن يهدئوا الأوضاع في غزة ويسحبوا إسرائيل من هناك والقوات الإسرائيلية. إن الشعوب في المنطقة تشعر بالغضب الشديد تجاه الأمريكيين وسياساتهم ومواقفهم، وأيضا قد شهدتم وتعرفون كيف أن الدول العربية والإسلامية تدرك جيدا أن أمريكا إذا ما انسحبت من المشهد وتوقفت عن دعم إسرائيل فإن إسرائيل سوف تخرج من غزة. الأمر بسيط جدا، ليس لدينا أي علاقة ولا نتدخل بأي طرف ولا نملي ولا نصدر أي قرار لأي طرف وأي مكون من مكونات جبهة المقاومة، لأننا نعتبر ذلك تحقيرا وإهانة لهم. إننا لا نجرؤ أبدا أن نعطي أوامر وإملاءات لهم، فنحن ندعمهم ولكننا لا نسبقهم ولا نعطي إملاءات لهم. طيب جنرال رضائي، كان هناك اجتماع للدول العربية والإسلامية في السعودية قبل أيام، الرئيس إبراهيم رئيسي حضر شخصيا أيضا في هذه القمة التي حصلت أو في هذا الاجتماع الذي حصل، حضر حوالي 57 دولة عربية وإسلامية. إلى أي مدى هناك اليوم تنسيق بين الدول الإسلامية فيما يخص هذا العدوان على غزة، خاصة بين إيران والسعودية؟ هل هناك تواصل مباشر فيما يخص أيضا هذا العدوان على غزة؟ سوف تتحسن العلاقات بين الدول الإسلامية بمرور الوقت، والسبب في ذلك هو أن أمريكا أصبحت ضعيفة في منطقة غرب آسيا، وإحدى الأسباب الذي يؤدي إلى أن تدعم أمريكا إسرائيل بهذا الشكل الكبير اليوم هو أنها لا تريد أن تخرج من هذه المنطقة. حرب غزة اليوم هي حرب النفط، لأنه إذا ما لم تدعم أمريكا إسرائيل، وإذا لم تبقى إسرائيل في هذه المنطقة أي فلسطين وزالت إسرائيل من هذه المنطقة، فغدا سوف يصبح سعر برميل النفط 150 دولارا وربما أكثر. إذن الحرب هناك هي حرب النفط، أيضا حرب غزة هي حرب الحيلولة دون وحدة المسلمين. وإذا ما ذهب الأمريكيون والإسرائيليون من فلسطين سوف نشهد مباشرة حالة الوحدة بين المسلمين. إذن الحرب في غزة هي حرب السيطرة على المنطقة، منطقة غرب آسيا، أي أن الأمريكيين يريدون أن يفتحوا جسورا تتيح لهم الانتقال من هذه المنطقة إلى الصين وإلى أوروبا وإلى أي منطقة أخرى. إذن هذا جانب آخر لهذه الحرب، لذلك في رأيي ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن الوحدة والتعاون يتزايد بين الدول الإسلامية، ونحن كنا نتوقع مزيدا من الإجراءات العملية غير ما جرى تداوله في هذه القمة. كنا وبالنسبة لنا إن موضوع حل الدولتين هو موضوع قد عفى عنه الزمان، وفي رأينا أنه ينبغي أن يكون هناك انتخابات ديمقراطية يشارك فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون، ويعودون إلى فلسطين وينتخبوا حكومة منبثقة من الشعب، وذلك يحصل بعد إخراج الإسرائيليين من هناك. برأيي أن حل الدولتين هو حل فاشل ولم يعد مطروحا. إذن نحن كنا فعلا نتوقع من قمة الرياض أن يكون هناك مزيد من الإجراءات الجدية والعملية، ولكن بمجرد أن تجتمع هذه الدول العربية والإسلامية وتعبر عن استيائها تجاه ما يحصل، فبرأي هذه يمكن أن تكون مقدمة مبشرة
وأتمنى أننا سوف نشهد هذه الوحدة وهذا التعاون بين الدول في منطقة بين الدول الإسلامية مستقبلا. أشكرك جزيل الشكر القائد الأسبق لحرس الثورة الإيراني الجنرال محسن رضائي على وجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة. مشاهدينا، في استكمال لهذه التغطية ينضم إلينا من غزة الزميل أحمد غانم لنسأله عن آخر التطورات أيضا في قطاع غزة الذي يتعرض لهذا العدوان الإسرائيلي. في المقابل يستمر أيضا التصدي البطولة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي ما زالت تعرض الفيديوهات المتتالية لهذا التصدي الكبير. واليوم تحديدا أحمد كان هناك أكثر من تطور نوعي إذا صح التعبير، نتحدث عن استشهاديين، نتحدث أيضا عن تراجع لقوات الاحتلال في أكثر من نقطة. بداية، كيف يمكن أن نصف الوضع الميداني على مستوى التصدي لمحاولات التقدم الإسرائيلية في أكثر من محور في قطاع غزة؟ نعم عبد الرحمن، يمكنني يعني أو يمكن أن أوصف ما جرى اليوم في الميدان بشكل مختلف عما كنا نوصفه سابقا. اليوم كل العدوان خلال 44 يوما في كفة، وهذا اليوم في كفة ثانية، بمعنى أن المقاومة كانت تعلن عن أبو عبيدة كان يخرج ليقول بأنه خلال 48 ساعة تم تدمير من 7 إلى 10 آليات. اليوم كتائب القسام تعلن تدمير ما يزيد على 20 آلية في عدد من المحاور في مختلف مناطق قطاع غزة. المفاجأة الثانية التي فجرتها كتائب القسام خلال هذه المعركة هي وحدة الاستشهاديين كما ذكرت عبد الرحمن، وتابعنا الفيديو حينما انغمس 3 استشهاديين على وحدة تحصنت على وحدة خاصة تحصنت على بوابة مستشفى الرنتيسي الذي بالمناسبة اقتحمته إسرائيل، وطبعا صنعت مسرحية سخيفة على الهواء مباشرة طبعا، والذي صنعه والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. لذلك ميدانيا اليوم أبدعت المقاومة الفلسطينية في عمليات استهداف متفرقة لآليات، سواء عبر عبوات العمل الفدائي أو حتى قذائف تاندوم والياسين، وكذلك القذائف المضادة للأفراد التي بي جي. معظم محاور القتال اشتعلت منذ ساعات الصباح الأولى، ولعل من يسأل عن أسباب تراجع أو تقهقر أو إعادة تموضع فليسميها الجيش الإسرائيلي ما يشاء، لكننا نحن نعرف بأن هذا الجيش تراجع تحت ضربات المقاومة الفلسطينية في عدد كبير من المحاور، في محور مستشفى الرنتيسي في منطقة النصر، في الشيخ رضوان، في منطقة تل الهوى، منطقة تل التي ردمتها، وأنا أقول ردمتها بمعنى دمرت معظم المباني والأبراج السكنية، وكانت قوات المقاومة وتحديدا عناصر القسام يخرجون من بين الركام ليضربوا بقذائف التاندوميات المتحصنة في الشوارع الفرعية. لم تجرؤ الدبابات الإسرائيلية بالمناسبة، لعل من دقق في الفيديو جيدا، أنا من سكان تلك المنطقة عبد الرحمن، لعل من دقق في وجود الدبابات الإسرائيلية، كل الدبابات الإسرائيلية متواجدة في شوارع فرعية، بمعنى أنهم كانوا خائفون. الأمر الآخر، أنا أتحدى إذا كان أحد قد شاهد رأس جندي خارج أي آلية أو مدرعة أو حتى ناقلة جند. إسرائيل يعني أعجز أو أجبن من أن يخرج جندي واحد منها أو أن يخرج رأسه، لأنه سيلاقي ذات المطر الذي لقاه 4 جنود إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة يوم أمس، حينما قنصت القسام واحدا تلو الآخر وسقطوا طبعا مسربلين بدمائهم، وعلى الصور كانت خير شاهد ودليل على ذلك. لذلك إسرائيل الآن خسرت معركة الميدان لأسباب عدة، وهي في صميم الأسباب أن إسرائيل منحت المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام الأفضلية المكان، بعد أن دمرت معظم المناطق سمحت لعناصر القسام بالخروج من الأنفاق إلى فوق الأرض واستغلال المناطق المدمرة في التخفي والتمويه، بدلا من الخروج من الأنفاق وعمليات الإغارة على الجيش، باتت عمليات استهداف هؤلاء واستهداف آلياتهم من فوق الأرض. والملاحظ أنه رغم الجهد الاستخباري الكبير وطائرات الاستطلاع والطائرات الأمريكية التي تحلق في أجواء القطاع، باعتراف إسرائيل نفسها أن طائرات إخبارية أمريكية تحلق في أجواء قطاع غزة ونحن نسمعها على الدولة
الدوام، لكن رغم هذا الجهد الاستخباري نسجل فشلا إضافيا لهذا الجيش الذي بات يدخل من شوارع رملية فرعية في مناطق المحاور المختلفة، محاور القتال المختلفة، منها منطقة النصر. أيضا منطقة النصر هذه منطقة سكنية كبيرة، تابعنا في الفيديوهات أيضا عبد الرحمن ما غنمته القسام من عتاد عسكري للجيش الإسرائيلي، وهذا وحده اليوم مثل رسالة خاصة. القلادة التي عرضتها القسام تركت القسام الإسرائيليين الآن في حالة ذهول ربما أو استفسار، ما مصير هؤلاء الجنود؟ هل خطفت قتائب القسام أو المقاومة جنودا جدد في هذه المعركة؟ ولعل التراجع في عدد كبير من المحاور وتقهقر الآليات إلى شارع الرشيد في من عدة مواضع، أنا أتحدث عن الشريط الساحلي، إعادة تموضع الآليات ليس انسحابا بالمناسبة، وإنما تراجع تكتيكي إلى منطقة دوار الشليهات، شارع البحر، منطقة الشيخ عجلين، وكذلك منطقة الشمال الغربي على البحر، يفسره ضربات المقاومة العنيفة. وربما أيضا هذا يأتي في إطار عبد الرحمن بحث إسرائيل عن النزول عن الشجرة، هل إسرائيل بدأت تتراجع بعد كل ما يعني بعد رفع الجيش الإسرائيلي سقفه نتنياهو، شاهدناه بالأمس هو وزير الجيش في المؤتمر الصحفي يتبجحون ويقولون بأن المرحلة الثانية بدأت على الأرض، هذا يفند كل المزاعم الإسرائيلية. وربما إسرائيل أحمد ولو سريعا لأنه أنت يعني سننهي معك هذه الرسالة بعد ثواني من الآن، سريعا كيف انعكست هذه الأخبار الرائعة التي تتحدث عنها الآن في هذا الاتصال على أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة؟ كيف انعكست هذه الأخبار على حالتهم المعنوية، حالتهم النفسية؟ وأيضا أضف إلى ذلك ما تم الإعلان عنه يمنيا اليوم عبر اقتياد إحدى السفن الإسرائيلية إلى سواحل اليمن، سريعا أحمد. أولا يعني أنا اسمح لي أن أقول عزيز يا يمن، لأنه فعلا أولا على الأرض الناس كانوا يتابعون لحظة بلحظة هذه كنا نستمع إلى أصوات التكبيرات في المستشفى لأن الناس تجمعوا على بعض التلفزيونات هنا في المكان من أجل مشاهدة هذه المقاطع، وكانت أصوات التكبيرات تعلو من هذا المكان، لذلك أعتقد أنه هذا رفع منسوب الروح المعنوية لدى كثير منهم رغم الحالة التي يعيشونها هنا كنازحين في معظم مناطق القطاع. والأمر الآخر، أنا استمعت إلى الناس اليوم، تجولت في مناطق عديدة في منطقة دير البلح حينما حدثت هذه الخطوة اليمنية اختطاف هذه السفينة، يعني السفينة في عرض البحر الأحمر، يعني كان الناس يفرحون حقيقة. نحن يربطنا باليمن علاقات ليست جديدة كشعب فلسطيني، لأنه نحن نعتبر أنفسنا يعني شركاء في المعاناة طوال ما تعرض له طوال هذا العدوان السعودي طوال السنوات الماضية على اليمن. شعر اليمنيون أو شعر الفلسطينيون بأن الشعب اليمني شعب قريب للشعب الفلسطيني بالمعاناة، لذلك كانت هذه الخطوة أيضا إضافة رفعت الروح المعنوية لسكان قطاع غزة، ويأملون أن تسهم هذه الخطوة في الضغط فعلا على الجانب الإسرائيلي في تراجع عن أو الانسحاب على الأقل من قطاع غزة. زميلنا أحمد غانم مراسل الميادين في غزة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وهذا التفصيل المهم للغاية في هذا الوقت الحساس من هذه المعركة والملحمة الكبرى. أستاذ مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الصامد في غزة، وأنت تحدثنا في كل يوم تقريبا من قطاع غزة بالرغم من كل هذا العدوان والقصف، إلا أن الأخبار جميلة جدا أستاذ مصعب البريم اليوم من قطاع غزة، البطولات مستمرة، بطولات نوعية تجبر الاحتلال على التراجع، الأخبار من اليمن سحب هذه السفينة اليمنية الإسرائيلية باتجاه سواحل اليمن، وقبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية ما سيؤدي إلى عدة أيام من الهدنة. سأبدأ مما ذكرته أخيرا أستاذ مصعب البريم، ماذا عن المعلومات والتفاصيل حول ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ هل فعلا اقتربنا إلى لحظة تبادل الأسرى وبالتالي هدنة لعدة أيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم والتحية لشعبنا الذي واصل معركة التحدي والصمود، معركة طوفان الأقصى، بكل استبسال والتحدي والصمود في مواجهة حرب الإبادة والعدوان الكوني على شعبنا، على أطفالنا، على نسائنا، على مستشفياتنا، مساجدنا، كنائسنا، على كل أشكال الحياة الفلسطينية، ويثبت أنه عصي على الانكسار وصخرة تتحطم عليها كل المؤامرات الكونية، مؤامرات الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني، الصمت، الخذلان. وهذا هو سر أيضا صمود وسر
بطولات واستكسال المقاومة الفلسطينية، نستمد صمودا من صمود شعبنا وإرادة الحياة لدى أطفالنا وأبناء الشعب الفلسطيني ولدى المقاتل الفلسطيني أيضا. حقيقة لم ينضج أي شيء ولم يصدر من المقاومة الفلسطينية أي تصريح في هذا السياق. الكرة في معركة، هؤلاء الأسرى بشكل عام عودتهم مرتبطة بعودة أسرى. أستاذ مصعب اعذرني لأنه انقطع قبل قليل الانترنت وأنت تتحدث، هل يمكن أن تعيد الموقف لو سمحت؟ نعم الآن الصوت مسموع. تفضل، الآن جيد جدا. نعم، فيما يتعلق بالحديث عن أي اقتراب من الصفقات أو عمليات تبادل، الكرة في ملعب العدو والمقاومة يعني قالت كلمتها. إذا كان هذا العدو معني بحياة ومصير هؤلاء الأسرى، عليه أن يوقف بشكل فوري قتل السبب الثاني وهو لا يقل أهمية عن السبب الأول، كي يتم إنجاح وتسهيل أي مهمة أو وساطة سياسيا. لابد أن يتم تجهيز وتهيئة الميدان، ووقف العدوان ووقف المجازر ووقف قتل الأطفال هو يفسح المجال لإتمام وإنجاح أي جهود. أستاذ مصعب البريم، أنا سواء لعمل عذرا، تفضل أكمل أستاذ مصعب، عذرا على المقاطعة، تفضل. نعم، كنا نقول أن الكرة في ملعب العدو وسيكون مجبرا ومرغما على دفع الثمن، ويجب أن يوقف العدوان فورا حتى تتم أي عملية تبادل أو نجاح أي وساطة، لأن حياة هؤلاء الأسرى ليست أغلى من حياة أطفالنا أولا، ثم حتى يتم تهيئة المناخ والجو الميداني لإنجاح أي عملية تبادل لابد من وقف العدوان بشكل فوري كي يتم تتم هذه العملية بسهولة. نعم. من الناحية الأمنية ومن الناحية الميدانية. للأسف انقطع الانترنت مع أستاذ مصعب البريم المتحدث من حركة الجهاد الإسلامي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من غزة. ننتقل مشاهدينا للمؤتمر الصحفي لحركة حماس والذي يتحدث فيه قيادي في الحركة أسامة حمدان على شاشات التلفزة وعبر وسائل الإعلام. فمن مدرسة الفلاح إلى مجزرة مدرسة الفاخورة وتل الزعتر بالأمس في جباليا إلى مجزرة الشيخ رضوان اليوم والتي ارتقى ضحيتها المئات من الشهداء، كل ذلك في محاولة صهيونية إجرامية تهدف لتهجير ما يزيد على 800,000 فلسطيني لا زالوا يتمسكون بالصمود والبقاء في غزة وجباليا وبيت لاهيا وكل مناطق شمال قطاع غزة الصامد. هذا ناهيك عن القتال والقتل المستمر على مدار الساعة بحق الأطفال والمدنية العزل من شمال القطاع إلى جنوبه، ومع الألم الذي يعتصرنا على وقع المذابح النازية اليومية بحق شعبنا واعتزازنا بصمود شعبنا وصبره وثباته، إلا أننا نود التوقف والحديث اليوم بشأن رواية الاحتلال التي بنى عليها عدوانه كله وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة. لقد تابعنا وتابع العالم أجمع النتائج الأولية لتحقيق شرطة الاحتلال الذي نشرته العديد من وسائل إعلام الاحتلال بشأن استهداف المحتفلين في مستوطنة رعيم في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي أشار إلى أن طائرات من نوع أباتشي هي التي قصفت المشاركين في الحفل الموسيقي، وأن تفحم الجثث كان نتيجة صواريخ حارقة من طائرة حربية صهيونية. علاوة على ذلك نشير إلى ما قاله مستشار نتنياهو بأن 200 جثة من أصل 1400 جثة قتلت يوم 7 أكتوبر كانت لفلسطينيين. هذا الاحتفال الذي حضره نحو 4,000 مستوطن وأجنبي انعقد بعلم سلطات الاحتلال الذي كان يعلم الموقع وإحداثياته جيدا، لا سيما وأن شرطة الاحتلال كانت قد وافقت على تمديد الحفل
إلى يوم السبت. كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال وأمام فشله الأمني والاستخباري والعسكري يوم 7 أكتوبر كان يرتكب مجزرة بحق من حضروا الاحتفال نتيجة الإرباك وحالة الفوضى التي دبت في قيادة الكيان وفي قيادة أجهزته الأمنية والعسكرية وجيشه المهزوم. والأمر لم يقتصر على ذلك، بل قام الاحتلال بقصف العديد من منازل المستوطنين بناء لشكوك حول وجود مأسورين في هذه المنازل، ما زاد من أعداد القتلى من المستوطنين بطائرة الاحتلال ودباباته التي أقلعت وقصفت العديد من المناطق في غلاف غزة منذ الساعة الأولى لعملية طوفان الأقصى البطولية التي كانت تستهدف بشكل مباشر فرقة غزة وقواعدها العسكرية المنتشرة على طول نقاط الحصار لغزة. هذا النهج من الكذب والذي يتبناه الاحتلال ويعتمد عليه في كل عملياته وتحركاته شاهدناه أيضا في مسرحية مشفى الرنتيسي للأطفال الذي حوله الاحتلال قاعدة عمليات لجيشه، ومجمع الشفاء الطبي الذي زعم الاحتلال استخدامه كقاعدة عسكرية لحماس ومكانا لإخفاء أسراه من الضباط والجنود، فإذا به يحوله لثكنة عسكرية لآلياته. علاوة على انفضاح رواية الاحتلال وكذبه بخصوص المشافي، قام جيش الاحتلال النازي بعد أن قتل عشرات من الأطفال الخدج بدم بارد نتيجة قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء والغذاء، قام بتحويل مستشفى الرنتيسي للأطفال ومجمع النصري ومجمع الشفاء الطبي إلى مراكز عسكرية يمارس من خلالها عدوانه على شعبنا، بعد أن أخرج منها مئات المرضى ذوي الحالات الصعبة وطرد الأطقم الطبية وآلاف النازحين بقوة السلاح والدبابات المتمركزة في باحات المشافي. في المقابل شاهد العالم رجال المقاومة كيف تصرفوا ببطولة في وجه الاحتلال، وتصرفوا بنزاهة ورحمة مع المستوطنين، وتعددت هذه المشاهد والشهادات التي لا يتسع المجال لذكرها من إطلاق لسراح النساء وعناية بالأطفال ورعاية للمرضى والمسنين دون أن ينتبه العالم إلى المجرم الحقيقي، وأعني بذلك جيش الاحتلال. إننا وفي التعليق على ذلك لا بد من الإشارة إلى النقاط التالية. هذا المقال الذي نشرتها آرتس وهذه صورته على الشاشة يمثل شهادة من داخل البيت الصهيوني تؤكد ما أعلنته حماس مبكرا ومن اليوم الأول، وأكدت عليه مرارا أنها استهدفت جنود وآليات وجيش الاحتلال ومواقعه العسكرية. وهذه تشهد، هذه الصور تشهد، وهذا المقال بكاتبه الإسرائيلي. في الفيديو الذي يعرض والذي عرض على الموقع وتشاهدونه الآن يكشف قصفا جويا لسيارات وأشخاص يتحركون يراهم الطيار. هذا قصف من طائرة عمودية، بمعنى أن الطيار بإمكانه أن يشاهد الهدف الذي يقصفه ولا يقصفه عن بعد لا يمكن أن يرى الهدف. كل طائرة في جيش الاحتلال وفق البروتوكول العسكري في كل الجيوش لا تقلع إلا بإذن، ولا تذخر إلا بإذن، ولا تقصف إلا بإذن. هذا يعني أن القيادة العسكرية للجيش كانت تعرف بالجريمة وقت حصولها مباشرة، ويعني قطعا أن نتن ياهو ومجلس عدوانه المصغر يعرف كذلك بالجريمة. إنه بذلك يرتكب جرائم عدة، فهو أولا ارتكب جريمة قتل المشاركين في الحفل، وثانيا تستر على هذه الجريمة ولم يقر بها، وثالثا خدع جمهوره باتهام المقاومة، ورابعا استخدم هذه الجريمة التي ارتكبها لارتكاب المجزرة النازية في غزة على مدى 42 يوما خلت، وخامسا يستمر في الكذب رغم كل ذلك. هذه الصور من موقع الحدث لسيارات محترقة تكشف حقيقة الجريمة
إذ لم يكن لدى المقاومة سلاح يمكن أن يفعل ذلك. والجثث المتفحمة التي تعرضها صور الاحتلال تدفع للسؤال: كيف احترقت؟ ولمن هي هذه الجثث التي لا زال حتى الآن يتردد الاحتلال في الإعلان عن أصحابها؟ هل هم من المستوطنين الصهاينة أم هم من جنود المقاومة ورجالها؟ ثم بنظرة سريعة جوية إلى الشارع، لا يمكن لسلاح يحمله مقاوم يسير على دراجة نارية أن يحدث دمارا طويلا كهذا ما لم يكن هذا الدمار بسلاح استراتيجي غير تقليدي يستخدمه الاحتلال في المواجهة. أما نحن من جانبنا فنحن لم نخفي ولن نخفي بطولة كتائبنا. هذه الكتائب التي اجتاحت مواقع العدو الصهيوني وهزمت جيشه وفرقة غزة في أقل من 5 ساعات. هذه صورة جنودكم أسرى لدى رجالنا في موقع إيرز، وهذه دباباتكم المحترقة وجنودكم المهزومون يسحبون منها. هذا كان فعل القسام وفعل رجال المقاومة. وهذه راداراتكم التي تقصفها الطائرات المسيرة، رادارات كلفت دافع الضرائب الأمريكي مئات الملايين من الدولارات بعتاد بسيط يستهدفها رجال المقاومة ويدمرونها. وهذه قاعدة رعيم وقيادة فرقة غزة يقتحمها أبطالنا ويسيطرون على ما فيها من آليات وينالون ممن فيها من جنود. وهذا فعلهم اليوم في غزة يراه كل الناس، بطولة تستهدف الآليات وتدمر الدبابات وتفتك بالعدوان على أرض غزة في رسالة واضحة للعالم إن هذه المقاومة لن تستسلم ولن تستكين، فهي تنتمي لشعب مناضل على مدى 75 عاما سطر رواية الحرية بدمه، وهو الآن يتوثب ليحصد ثمرة ذلك النضال على مدى هذه العقود نصرا بإذن الله. إننا أمام هذه الحقيقة التي باتت لا تقبل الشك أو التشكيك نؤكد على ما يلي: أولا، على الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن الذي كتب مقالا قبل أيام يقول فيه إن هناك حربا على الديمقراطية في المنطقة تشنها حماس، إن الدكتاتورية الحقيقية هي الجريمة التي ارتكبها الصهاينة ويرتكبون باحتلال أرضنا. نطالب بايدن وإدارته بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال في عدوانه وحربه على شعبنا، والتراجع عن دعم حرب الإبادة الجماعية المرتكبة، وتقديم اعتذار عن تبنيه للرواية الصهيونية الكاذبة. ثانيا، إن هذه الإدارة ورئيسها بايدن يتحملون المسؤولية المباشرة عن استمرار الاحتلال النازي على شعبنا بأسلحة ودعم أمريكي وكذب أيضا وتزييف أمريكي وإسرائيلي. إنهم اليوم يتحملون مسؤولية وقف هذا العدوان بشكل مباشر، وقف مجزرة الإبادة ضد شعبنا، وهي ستكون خطوة في طريق الاعتذار المطلوب منهم لهذا الشعب المجاهد المصابر. ثالثا، نطالب كافة الدول الأوروبية التي تبنت رواية الاحتلال أن تعتذر كذلك، وأن توقف كافة أشكال دعمها للاحتلال، وإلا فإنها ستكون شريكة للاحتلال النازي في هذا العدوان الغاشم على شعبنا. رابعا، ندعو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ قرارات مسؤولة بوقف مباشر للعدوان النازي على شعبنا وإدانة جرائم الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادته النازيين. خامسا، ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عدم الانتظار وفتح معبر رفح والممرات الإنسانية فورا بموجب قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة، فكل ساعة تمر ثمنها عشرات الأرواح من الأطفال والمدنيين. سادسا، نطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي
بالسعي الجاد مع الأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على ما ارتكبوه بحق شعبنا العظيم وقتلهم ما يزيد عن 13,000 من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال. فإن كان هناك من مصداقية باقية فعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية وألا يسمحوا لهؤلاء النازيين الجدد من التفلت من العقاب. سابعا، نوجه التحية للإعلام النزيه الصادق الذي تبنى حقوق الشعب الفلسطيني ومظلمته وعالج الصورة بموضوعية ومهنية كشفت جرائم الاحتلال النازي. ولعل الكشف عن هذه الجريمة، جريمة قصف الاحتلال وجريمة التغطية عليها وجريمة استخدامها، يكشف سرا من أسرار استهداف الصحفيين في غزة حتى بلغ عددهم 60 صحفيا كان آخرهم الشهداء محمود الصواف، بلال جاد الله، ساري منصور وحسون سليم. كان استهداف هؤلاء الشهداء 60 لحجب الحقيقة التي تنكشف اليوم، وكم من الحقائق التي ستكشف لاحقا لهذا المجرم. في الختام نوجه التحية لشعبنا المجاهد وندعو بالرحمة للشهداء والخزي والعار لعدونا والنصر لشعبنا، والتحية للجيش اليمني لخطوته الأخيرة في مواجهة نقل العدو الداعم لإمكاناته العسكرية والاقتصادية، والدعوة لكل مخلص في هذه الأمة أن يكون حيث يريده الله في مواجهة هذا الكيان، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مشاهدينا، كان هذا المؤتمر الصحفي لحركة حماس والذي تحدث فيه القيادي في الحركة أسامة حمدان مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. إلى اللقاء. والله صامدين ومحمد ربنا غير نضل صامدين.